Fifty languages. Fifty one. Wahidun وخمسون Wahid وخمسون Running errands. Kada ul hajat. Kada hajat. I want to go to the library. أريد أن أذهب إلى المكتبة العامة. أريد أن أذهب إلى المكتبة العامة. I want to go to the bookstore. أريد أن أذهب إلى مكتبة بيع الكتب. أريد أن أذهب إلى مكتبة بيع الكتب. I want to go to the newspaper stand. أريد أن أذهب الى كشك الجرائد اريد ان اذهب الى كشك الجرائد I want to borrow a book. اريد ان استعير كتابا اريد ان استعير كتابا I want to buy a book. اريد ان اشتري كتابا اريد ان اشتري كتابا عين تباي إني سب أريد أن أشتري جريدة أريد أن أشتري جريدة I want to go to the to a book. أريد أن أذهب إلى المكتبة العامة لكي أستعير كتابا أريد أن أذهب إلى المكتبة العامة لكي أستعير

لكي اشتري جريده اريد ان اذهب الى الكشك لكي اشتري جريده I want to go to the optician اريد ان اذهب الى اخصائي نظارات اريد ان اذهب الى اخصائي نظارات I want to go to the supermarket اريد ان اذهب الى السوبر اريد ان اذهب الى السوبر ماركت اريد ان اذهب الى المخبز اريد ان اذهب الى المخبز I want to buy some glasses. اريد ان اشتري نظاره اريد ان اشتري نظارة. I want to buy fruit and vegetables. أريد أن أشتري فواكه وخضروات. أريد أن أشتري فواكه وخضروات. I want to buy rolls and bread. أريد أن أشتري خبز حمام وخبز عادي. أريد أن أشتري خبز.

اريد ان اذهب الى سوبر ماركت لاشتري فواكه وخضروات اريد ان اذهب الى سوبر ماركت لاشتري فواكه وخضروات I want to go to the baker to buy rolls and bread اريد ان اذهب الى المخبز لاشتري خبز حمام وخبز عادي اريد ان اذهب الى المخبز لاشتري خبز حمام وخبز عادي